استمراراً لمؤتمر قبرص قام ملتقى النفس وجسد والمجتمع في تنظيم ندوة بعنوان النفس بين القلب والدماغ. طبعا مهم جدا التنور الصحة في الصحة العامة، لأنه لحد اليوم التنور الصحي كان قليل، وإحنا في جمعية تطوير صحة المجتمع العربي اللي أنا برأسها منجرب نعمل كتير فعاليات لرفع الوعي، ووجود عشرات مئات اليوم في هاي المحاضرة بيعطينا تشجيع أن نكمل ونعطي للمجتمع متعطش لفهم القضايا الصحية والتنور الصحي اللي بدنا نصله. من خلال الندوة تم التجديد على علاقة الجسد والروح، فلا يمكن النظر إلى كليهما كمجال منفصل عن الآخر. فاليوم الحديث رح يكون عن علاقة الروح بالقلب والدماغ، هل هو بالقلب ولا هو بالدماغ ولا هو بين لبين، يا فرحين نسلط الضوء على هذا الموضوع في ظل التكنولوجيا الطبية الحديثة والاستعمالات البيوتكنولوجية في الطب، يا وين بتصفي الروح. الموضوع الملحق لإله راح يكون والأهم منه هو موضوع الأخلاقيات الطبية اللي راح نتطرق لإلها كمان في المحاضرة. خلق الله الإنسان وميزه في عقله وقلبه، والموازنة بينهما وبين النفس يعود في الصحة والعافية على الإنسان.